محمد احمد عطيه، مهندس زراعي من محافظه شرقيه مركز زقازيق. بنشكرك يا ريس على كل الحاجات الكويسه اللي انت عملتها من مشاريع كتير اتعملت في مصر، ومن طرق ومن مصانع ومن مدن جديده. بنشكرك على القرارات الاخيره اللي اتقالت في المؤتمر الاقتصادي لكل الشعب المصري على دعم محدود الدخل ودعم المواطن، زيادات في المعاشات واقل رواتب بقت في مصر 3000 جنيه بعد ما كان في ناس بتاخد 1000 و1200. وانا كمهندس زراعي شايف اللي فيه حاجات كتير جدا حصلت وطفرات كتير حصلت، والدليل على كده اسعار الفاكهه والاصناف في حاجات كتير انتشرت. مثال مثلا المانجا السنه دي شوفوا كانت اسعارها عامله ازاي، البلح نفس القصه، البرحي كمان، المجدول، اغلى الانواع مصر زرعت فيها. احنا عندنا حاجات كتير في مصر دلوقتي كويسة، وشايفين ان الزراعة في تطور كبير جدا، واحنا ما شاء الله مصر دلوقتي بتاخذ الزراعة بتاعتها كل دول العالم في التصدير. واحنا بنشكرك يا ريس على كل حاجة، وعاوزينك تكمل معانا، وعاوزينك يا ريس تحمينا من كل الاعداء ان شاء الله.